تحية لك أمجد ورضيفك الكرام من جديد. بالفعل الوحدات امتلك الأداء، امتلك النتيجة، وبثلاث أهداف نظيفة أمام نادي الرمثة الذي كنا نتوقع أن يعود للمباراة، أن يكون لديه ردة فعل، لكن انتهت المباراة وباءت بكل أسرارها. للحديث أكثر عما دار ما بين هذين الشوطين، مالك، اليوم كنا نتوقع من الرمثة الشيء الكثير، أن يعود للمباراة بعد الهدف الأول المبكر الذي خلط أوراق الفريق. أكيد، يعني أول شيء الهدف الأول إجا يمكن أول 20 ثانية، فجأة الكل وكركب شوي حسابات المباراة، للأسف ما عرفنا نرجع. يعني نعتذر للجمهور، والله الواحد مش لاقي كلمات يحكيها للناس اللي إجت وآزرتنا من مدينة الرمثة، يعني نعتذر لهم بصراحة. لا أداء ولا نتيجة اليوم، فريقنا سيء بمعنى الكلمة. يعني مالك، كنا نتوقع من الرمثة أن يكون شخصيته ظاهرة في الملعب بالأداء، لكن اليوم فاجأنا وفاجأ الكل. أكيد، شوف الرمثة دائما بما انحضر نادي كبير، اسم كبير، نادي مدينة كبيرة، بيحمل جمهور كبير، دائما أي حدا بيلبس كلر الرمثة وشعار الرمثة بيأدي أداء جميل، لكن مش هذا أداء الرمثة أبدا. يعني حتى لو الرمثة بلعب، سبب في ذلك بصراحة الفريق مش بيومه، يعني أكثر ما بقدر أحكي إنه الفريق اليوم مش بيومه، لكن شفنا الرمثة في الدوري قدم مباريات كثير كبيرة، لكن يعني لا نختلف إنه هذا مش أدائنا، وإحنا نفسنا. هل فترة يعني توقف أثرت؟ هلا شيء أكيد، إحنا أكثر من 57 يوم تقريبا، إذا شهرين يعني بنحكي، بعيدين عن المنافسات، جينا لعبنا فجأة مباراة مؤجلة مع نادي الوحدات، إن شاء الله إنه المباريات الجاية بنقدر نعوض المباريات اليوم، خسرت اليوم يعني بنعوضها في المباريات الجاية، وبنرضي جمهورنا الكريم وبنعتذر له كمان مرة على الأداء والنتيجة. هارد لك، هارد لك كابتن. شكرا، يعطيك العافية. أيضا نستقبل من نادي الوحدات محمد عبد المطلب بوجبا، اللي ما شاء الله اليوم أطرب الجماهير عليكم السلام بهدف ما شاء الله في المباريات، مباراة الحسين إربد، وأيضا في هذه المباراة بوجبا يعود للتألق، يعود للإمتاع، يعود للحاسة التهديفية التي يتمتع بها بوجبا. الحمد لله رب العالمين. أول شيء بوجه كلمة لنادي الرمثة، الله يعطيهم ألف عافية، هارد لك لهم، وبحكي للعيبتنا الله يعطيهم ألف عافية. الحمد لله أخذنا 3 نقاط، مباراة كانت مهمة لنا بصراحة، الدوري لسه مطول وطويل، إن شاء الله لقدام نتوفق، وكل مباراة مباراتها بإذن الله. بصراحة سر عودة بوجبا بهذه الأهداف، الأهداف الجميلة في مباراة الحسين وأيضا في مباراة الرمثة. أول شيء الحمد لله رب العالمين، رجعنا لحس التهديف بصراحة بعد إصابة كثير طويلة، تمارين جيدة ومع النادي الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني، كل مباراة قاعد بقدم اللي علي، والحمد لله ربنا بكرمني بهدف، الحمد لله رب العالمين. كل التوفيق، مبارك، مبارك الفوز. الله يبارك فيك، الله يسعدك يا رب. إذن أمجد، هذه هي الأجواء هنا في استاد عمان الدولي. الوحدات يمضي قدما ويتحصل على 3 نقاط ثمينة من الغزلان، غزلان الشمال. هذه الأجواء، إليك أمجد.